مثل ما نشوف هو الجدول، حاطين قائمة الجدول، وهذا هو التطبيق الجدول. حاطين هني أيام على اليمين وفوق 1 2 3. خلينا نشوف شنو هذا. أول شيء تشوفين قائمة فوق الإعدادات، نضغط على الإعدادات فوق هني بالقائمة يمين، نضغط عليها تشوفين هني الكثير من القوائم. شنو هذه القوائم؟ أول قائمة بداية الأسبوع مكتوب. شنو بداية الأسبوع؟ يعني الأسبوع هذا اللي تبينه تشتغلين فيه، تبين من اليوم مثلا هني حاطين الأحد ليوم الخميس، 1 2 3 4 5. مثلا أنا أبي بداية الأسبوع يكون يوم الثلاثة، أضغط على الثلاثة يطلع لي هني بداية الأسبوع، طبعا نرد إرجاع فيطلع بداية الأسبوع من ثلاثة، 4 5 جمعة 7، طبعا هني يصير 5 أيام. مثلا أنا أبي بداية الأسبوع الخميس، فيصير من يوم الخميس، جمعة سبت الأحد الاثنين. بس إحنا أبي بداية الأسبوع الأحد، الزين أنا ما أبي يكون 5 أيام، يعني 1 2 3 4 5، 5 أيام أنا ما أبي يكون 5 أيام، أبي يكون 4 أو 3. شو نغيره؟ نغير عدد الأيام هني بالثاني قائمة مكتوب عدد أيام العمل في الأسبوع. هذه عدد أيام العمل في الأسبوع نضغط عليها، تشوفيني أرقام حدة هو ل7، من 1 ل7 فقط. تبين عدد الأيام العمل؟ مثلا تبين 3 بس، تبين أيام عدد العمل 4، فتشوفي يطلع لك هني الأيام 4 أيام، من الأحد إلى يوم الأربعاء 4 أيام. مثلا أنا أبي بداية الأسبوع تكون يوم الأربعاء، فراح يطلع لي شنو 4 أيام من يوم الأربعاء، 4 5 جمعة 7، فراح يكون من يوم الأربعاء ل4، طبعا عدد أيام العمل في الأسبوع تكون 4. مثلا بحط من يوم الاثنين وعدد الأيام 5، فراح يطلع لي 5 أيام، 2 3 4 5 جمعة، 4 أيام، 5 أيام عفوا، راح تكون 5 أيام. إزين نورد القائمة، نشوف هني القائمة الثالثة لعدد الحصص في اليوم. يعني هني أنا عندي الاثنين حاطين رقم 1، يعني هذا عدد الحصص، عفوا الرقم 1 2 3 4 5، هذا عدد الحصص في اليوم. فأنا مثلا أبي هني عدد الحصص في اليوم مثلا أبي 5، فنفس ما نشوف هني 5 حصص راح تصير باليوم، طبعا بالأيام هاي كلها حطيناها بالأسبوع 5 أيام، ف5 حصص. مثلا أنا أبي عدد الحصص تكون 7 حصص، نضغط عليه ومجرد ما نضغط راح يصير ينحفظ، راح يصير هني 7 حصص في الأسبوع. إذا أنا ما أبي 7 حصص أبي 6 حصص بالأسبوع، فرح يطلع لي بأسبوع 6 حصص. اللي فوق طبعا الأرقام اللي فوق 1 2 3 4 5 6، فاللي فوق الأرقام اللي فوق هذه 6 حصص بالأسبوع، طبعا حد الأيام كلها. إزين نشوف هني مثلا أنا أبي الحصة الأولى، حطين من إلى هذا التوقيت، شلون أنا أغير التوقيت؟ حاطين هني من 7:15 إلى 8، يعني من يوم، يعني يوم الاثنين مثلا أبي توقيت الفلاني حد الحصة الأولى، مثلا أبي توقيت كذي حد الحصة الثانية. شلون نحط الإعدادات؟ هني حاطين وقت وقت بداية ونهاية الحصص، نضغط عليها راح يطلع لي هني التوقيت للحصة، بداية ونهاية الحصة. يعني حطيني رقم 1 هذه الحصة الأولى، رقم 2 هذه الحصة الثانية، رقم 3 الحصة الثالثة، وهكذا لين الحصة العاشرة. بس احنا دلينا طبعا كم حصة حطينا، احنا حطينا فقط 6 حصص. مثل الحصة الأولى حطيني 7:15، شو نغير لنا الضبط؟ نحط الإعدادات، نحط وقت بداية ونهاية الحصص. مثلا الحصة الأولى أنا أبيها من الساعة 8، شلون؟ حطيني من إلى،
أضغط على من يطلع لي قائمتين. القائمة الأولى هنا اللي على اليسار هذه الساعات، أما اللي على اليمين هي الديدلايد، هذه الدقائق اللي على اليمين. مثلا أنا بيها من الساعة 8، هم أن يطلع لي فوت صباحا ومساء. يعني أنا لو أحط هني شوفوا 21 يطلع من فوت 9 و12 دقيقة مساء، يعني 21 ساعة 9، 18 ساعة 6 يطلع لي فوت لون الأزرق 6 ل 12. إذا أنا أبيها من الساعة مثلا 8 صباحا، نحط 8 صباحا، شوف فوت مكتوب 8 12 دقيقة صباحا، أبيها 8 ضبط، فنحط ضبط طبعا، ما نحط دقائق، نحط هذه أصفار، هذه ضبط 8 ضبط، طبعا فوت حاطين بالأزرق 8 صباحا، طبعا نحط ضبط مو إلغاء، نحط ضبط، فراح يضبط لي من 8 صباحا. طبعا هذه الحصة الأولى، تابع للحصة الأولى. إذن من إلى، يعني من 8 صباحا إلى أي ساعة؟ مثلا أبي من ساعة للساعة 9 مثلا و10 دقائق، طبعا هذه الساعات نحط 9 اللي على اليمين الدقائق، فنحط ليه 10 دقائق، طبعا مكتوب فوق باللون الأزرق 9:10 صباحا، 9:10 دقائق صباحا، ونضغط على ضبط. فش راح يطلع لي الحصة الأولى من الساعة 8 إلى الساعة 9:10 دقائق صباحا. لو نرد هني رجوع راح نشوف شنو، أن حد الأيام تلها حصة الأولى من 8، شوف مكتوب من 8 إلى 9:10 دقائق. أبي حصة الثانية هم من أغيرها، نحط نفس الشيء الضبط أو إعدادات وقت وبداية نهاية الحصة. أنا حطيت طبعا رقم 2، رقم 2 هي الحصة الثانية، نحط من كم؟ مثلا أنا أبيها من الساعة 10، طبعا فوق مكتوب 10 صباحا، أبيها 10:05 دقائق صباحا، فنحط ضبط، طبعا نضغط على ضبط، إلى مثلا 11 ضبط، أبيها 11 ضبط، طبعا نحط هني الضبط، هذه الأصفار هي الضبط 11 ضبط، ونحط طبعا فوق مكتوبها من 11 صباحا ضبط، نحط نضغط على ضبط، فصارت الحصة الثانية من 10:05 دقائق إلى 11. لو نرد رجوع هني طبعا فوق رجوع اللي باللون أخضر نضغط عليه، فراح يطلع لي شنو هني؟ من 10 إلى 11 صباحا، هذه الحصة الثانية هني، الحصة الثانية من 10:05 دقائق إلى 11. وهكذا الحصة الثالثة أبيها مثلا من الساعة 12، أو أبيها مثلا مساء، شوف هني وحطت 12 طلع فوق شنو 12 مساء، شوف هني 13 يعني واحدة يحطولك فوق واحدة مساء، مثلا أنا بتشوف هني 16 أشوف فوق بالأزرق مكتوب 4 مساء، طبعا هني 45 دقيقة، مثلا أبيها 15 مكتوب فوق 3 مساء، يعني الساعة 3 مساء. الدقائق هني مثلا أنا أبيها الساعة 3:30 أحط ضبط، هذه الحصة الثالثة، إلى مثلا أبيها من الساعة 3:30 إلى الساعة 4:30، أو ندول 4:45 دقيقة حسب التوقيت اللي أنت تبينه تضبطين فيه الجدول اللي تبين تعملين فيه. فمن الساعة 4:16 هي 4، شوف حاطين فوق، يعني حاطين ثنتين، حاطين ثنتين مساء، فهني 16 يعني 4 مساء ليه 45، ونحط نضغط على ضبط، فرح يضبط لي الحصة الثالثة. نحط رجوع تطلع لي الحصة الثالثة من، شوف 15 يعني من 3:30 إلى 4:45. هكذا طبعا الحصص الباقية هي الحصة الرابعة والخامسة والسادسة حسب التوقيت اللي أنت تبينه وتختارينه. إذن هني نشوف بالقائمة الرابعة كاتبين المواد التي
تدرسها. شنو يعني؟ يعني مثلا أبي المادة اللي أبي أدرسها، شو المادة اللي بدرسها؟ شلون أحط؟ مكتوب هنا علامة زائد أضف مادة جديدة، أضغط على أضف مادة جديدة، نضغط عليه شوف يحطولك هني تكتبين المادة والمحاضرة والصف. مثلا أنا أبي أو القاعة أبي المادة مثلا علوم، أبي مادة العلوم صف مثلا سابع. إذا حطي لي تحت ألوان، شنو هذه الألوان؟ هذه الألوان تميزني المادة اللي أنا اخترتها. مثلا حطيت لون العلوم لون أزرق، ونحط طبعا حفظ، ما نحط إكس، إذا حطينا إكس ما راح يصير، نحط حفظ هني يعني بالعلامة صح حفظ، حفظ عندي العلوم. شو أضغط عليها أقدر أعدل عليها، مثلا أبي لون معين لون ثاني مثلا أحمر حط أزرق كذي، ونغير نحط رجوع. بالجدول ما طلع شيء علوم هني لأني ما ضغط شيء، هني بالإعدادات لو أحط المواد اللي أدرسها علوم ما حطيت شيء، بس حطيت المادة اللي أنا بدرسها، بس ما حطيت أي يوم وأي حصة. فشلون؟ فيهني مربعات، 30 مربعات طبعا حد اليوم الاثنين مثلا مربع، حد حصة الأولى حصة الثانية الثالثة من يوم الثلاثة. أنا أضغط بالمربع اللي أبي أدرس فيه هذه المادة، مثلا أبي يوم الاثنين حصة الأولى، أضغط على المربع حد يوم الاثنين الحصة الأولى، راح يروح لي مباشرة يعني تلقائي راح يروح إلى هذه القائمة الجدول، عفوا قائمة المواد اللي أنا أبي أدرسها. فأحط علوم، أضغط على العلوم شوفي ظهر عندي العلوم طبعا باللون الأزرق اللي أنا اخترته يوم الاثنين حصة الأولى. مثلا أنا أبي مادة ثانية هم أحط مواد اللي أدرسها بالإعدادات، أحط نفس الشيء أضف مادة جديدة هني نضغط عليها، أحط مثلا مادة اللغة العربية مثلا أنا أبي اللغة العربية اللغة العربية صف مثلا رابع. إزين هنا عندي همين ألوان نفس الشيء نختار نفس العلوم، بس بختار لون ثاني مثلا أبي لون الأحمر حد اللغة العربية، طبعا أميزة بلون معين كل مادة أميزها بلون معين، مثلا أنا أحط اللون الأحمر وأحط طبعا حفظ صح. نفس الشيء لو أنا أحط رجوع ما يطلع لي اللغة العربية، لازم أضغط على المربع اللي أنا أبي، يعني مثلا أنا أبي يوم الاثنين الحصة الثانية هي من ساعة كم؟ من ساعة حطي من إلى من ساعة 10:05 إلى الساعة 11، أضغط على المربع الحصة الثانية يوم الاثنين، لو ضغط عليه لنا تلقائي يروح إلى القائمة، هذه هي قائمة المواد اللي أنا بدرسها. فأحط اللغة العربية أضغط عليها، لو ضغط عليها طبعا يروح إلى الجدول ويظهر عندي اللغة العربية باللون الأحمر اللي أنا اخترته من الساعة طبعا كذا، الحصة اللي أنا اخترتها يوم الاثنين من الساعة كذا إلى كذا. إزين مثلا أنا أبي مادة أخرى، نفس الشيء نحط طبعا أضف مادة جديدة بعلامة زائد نضغط عليها المادة اللي أنا أبيها، مثلا أبي التربية الإسلامية نحط طبعا نكتب التربية الإسلامية، صف كذا مثلا أبي لون الأصفر نحط حفظ الرد
مثلا أبيها الحصة الثالثة يوم الاثنين، نضغط عليه. طبعا يردي نفس الشيء للقائمة تربية إسلامية، فراح تظهر لي التربية الإسلامية يوم الاثنين الحصة الثالثة. طبعا الحصة الثالثة من الساعة 3:30 إلى الساعة 4:45 تربية إسلامية. إذا لو أنا أبي يوم للثلاثة مثلا همن أبي عربي، نضغط على المربع، طبعا ما نروح الرد مرة ثانية، أبي عربي خلاص. أنا يكون هو حافظ عندي، شوفي لو حط الضبطني الإعدادات المواد اللي أدرسها، يكون حافظ عندي المواد اللي أدرسها، حاط علوم عربي تربية إسلامية، حاط عندي علوم اللغة العربية والتربية الإسلامية، فهو حاطهم فحافظهم عنده. فمجرد ما أضغط مثلا يوم الثلاثة أبي الحصة الثانية أو الحصة الأولى لغة عربية، فمجرد ما أضغط على المربع يوم الثلاثة الحصة الأولى أضغط عليه، فيرد لي على طول مباشرة حق هذه القائمة أحط اللغة العربية، فيطلع لي اللغة العربية باللون الأحمر. شوفي مثلا أنا لو بغير اللون، طبعا نفس الشيء عادي، نروح لإعدادات مواد يدرسها، أنا أقدر أضيف لغة عربية ثانية بس هو حفظها. مثلا أنا أبي التربية البدنية، صف كذا يعني، أبي هاللون الأخضر أو هذا اللون الأخضر، نحط حفظ فيحفظ التربية البدنية، نحط رجوع، نضغط على الرجوع. أبي يوم الثلاثة الحصة الثانية تربية بدنية، نضغط عليه، نضغط تربية بدنية، فيطلع لي هني يوم الثلاثة الحصة الثانية هي من الساعة 10:05 إلى 11 تربية بدنية. عاد الحصة اللي أنا يعني بدرسها وهكذا. مثلا أنا بغير اللون نفس الشيء، نضغط على اللغة العربية هني أعدل، أبي اللون بنفسجي وأحط طبعا حفظ، إذا حطيت أتس ما راح ينحفظ، فراح يطلع لي لون بنفسجي. إذن في هني فود علامة مفتاح، نفس علامة فود علامة مفتاح، إذا أنا ضغط عليها سترت الدفل، أضغط على المربع ما راح يصير هني الدفل، ما راح يسوي الشغل اللي أنا أبي، ما راح يسوي. شوف أنا أضغط على الدفل ما راح يسوي شغلي، يعني ما راح، يعني مثلا أنا أبي يوم الأربعاء الحصة الأولى علوم، أضغط عليه ما داعي يصير، لأن أنا دافلة القفل اللي فوق مدفل، فأفتحه مرة فوق هو بالقائمة اللي فوق العلامة عليها دفل وعليها كتابة أن إذا فتحتي راح تكتبين على الجدول، إذا دفلتي ما راح أكتب على الجدول، فأنا أفتحه قبل لا أسوي شغلي عشان يصير أكتب على الجدول، فهني أفتحه، شوف العلامة ففتحته. أزين عندي قائمة هني، قائمة التنبيهات. شنو هذه قائمة التنبيهات؟ حطيني أوف هني مكفول تشغيل التنبيهات مقفل. لو أنا مثلا بشغله نحط كذي أون، شوفيني كاتبين التنبيه قبل بداية الدرس والتنبيه قبل نهاية الدرس، يعني الدرس اللي أنا أبي مثلا أبي منبه قبل لا أبدأ الدرس وأبي منبه قبل لا ينتهي الدرس، فأحط طبعا هني on هني off on أشغله، يطلع لي قبل بداية وقبل نهاية الدرس. لو أنا همن حاطين هني التنبيه قبل بداية الدرس حاطين off، همن التنبيه قبل نهاية الدرس حاطين off. أنا مثلا لو أبي تنبيه قبل بداية الدرس أحط on، طبعا أضغط عليها يطلع on. يحطون وقت بداية ونهاية الحصص ونغمة التنبيه، يعني هذا طبعا تنبيه قبل بداية الدرس أحط الوقت، طبعا هم حاطين أوقات محددة مو الوقت اللي أنا أبيه، حاطين 5 دقائق 10 دقائق
15 دقيقة وعشرين دقيقة. شنو تبين كم دقيقة يعني؟ مثلا أنا أبي وقت بداية نهاية الحصة 10 دقايق، طبعا راح يكون تنبيه قبل بداية الحصة أو الدرس عفوا. طبعا نغمة التنبيه شو النغمة اللي تبينها؟ شوفيني حاطين كاتبين نغمة جرس المدرسة، هني النغمة الثانية، يحطون نغمات، نغمة الثانية، ثالثة، يعني فهذا أنواع كثيرة من النغمات اللي تبينها حق التنبيه. نغمة الرابعة أو الخامسة أو السادسة، مثل أبي بنغمة الثانية، فهذه أبيها نغمة التنبيه، يحط لي نغمة اثنين. طبعا هذا التنبيه قبل بداية الدرس. لو أنا أبي التنبيه قبل نهاية الدرس، نفس الشيء، قبل ينتهي الدرس نفس الشيء، أحط أون، طبعا هذا أوف مسكر، نحط أون نضغط عليه، يحط نبهني قبل نهاية الدرس. بشنو؟ نفس الشيء، مثلا بخمس دقايق أبي نبهني قبل 10 دقايق، أبي قبل 15 دقيقة، 20 دقيقة، وهكذا. مثلا أبي 5 دقايق، نفس الشيء نغمة التنبيه قبل نهاية الدرس، نفس الشيء، هذه نغمة جرس المدرسة مثلا أبيها التنبيه. هذه النغمة الثانية، الأولى أقصد، الثانية، هم الثالثة، الرابعة، خامسة، السادسة، مثلا أبي الرابعة. شوفي النغمة اللي قبل بداية الدرس غير عن النغمة قبل نهاية الدرس، فعادي. فهذا هو قائمة التنبيهات. نحط رجوع، نشوف هني السمات أو الثيمات. شنو هذه السمات القائمة؟ هذه السمات أو الثيمات، هذا يعني الجدول أي لون تبينه. إحنا طبعا لما نحط رجوع نشوف اللون اللي حاطينه إحنا، شوفي اللون هذا أزرق، أحط الإعدادات، المواد أقصد السمات أو تنبيه الثيمات. مثلا أبي لون الوردي، يحطون الوردي، الأزرق، حاطين الأحمر، الأخضر، المميز والأساسي. هذا الأساسي هما حاطينه، طبعا أنت أول ما تدخلين من الجدول يحطوك الأساسي، هو الأزرق الأساسي، أقصد اللون الأساسي يعني. مثلا أنا أبي وردي، أضغط على الوردي، نحط رجوع، شوفي حط لون الوردي، اللون اللي أنت تبينه بالسمات أو الثيمات. أحط الأحمر، فراح يطلع لي الجدول بهاللون. أنا أبي لون الوردي، نحط رجوع، يطلع لي هو باللون الوردي. إزين عندي هني التقويم الدراسي، يعني لو أضغط عليه يطلع لي الدول، حاطين بس طبعا دول الخليج، الكويت، السعودية، مصر، إمارات، عمان، قطر، فنيت للدول الخليج. طبعا احنا للكويت، فهذا التقويم الدراسي. إذا هني حاطين علامة تعجب هذه القائمة، هني طبعا صيانة مكتوب، لو نشوف هني القوائم مكتوب الإعدادات، هذه كلها الإعدادات، هي بداية الأسبوع، عدد أيام العمل في الأسبوع، عدد الحصص في اليوم، وقت بداية نهاية الحصة، المواد اللي بدرسها، تنبيهات، السمات، هذا كله مكتوب فوق الإعدادات. هني مكتوب صيانة، صيانة إذا بغير مثل التقويم الدراسي إذا بغيره، أو تفريق الجدول بالكامل. شنو هذه القائمة تفريق الجدول بالكامل؟ أنا إذا ضغط عليها راح يفرق الجدول بالكامل، راح يرد لم يعني يرد مرة ثانية الأصلي عادي، كل هذه المواد، الحصص، التوقيت، الحصص والتوقيت راح يرد لما مرة ثانية إلى شكله الأصلي، راح يصير تفريق. فإذا أنا ضغط على التفريق الجدول بالكامل راح يفرق لي الجدول بالكامل. مثلا أضغط على تفريق الجدول بالكامل، شوف يحطوش تحضير علامة التعجب، بالضغط على زر التفريق سيتم حذف كل البيانات اللي تم إدخالها.
يا تحطين إلغاء أو تفريغ الجدول. مثلا أضغط على تفريغ الجدول، حطينا تفريغ الجدول، إذن شوفي نفس ما فرغ الجدول بالكامل، العدد الحصص والتوقيت، هم التوقيت نفس ما هو الأول شيء الأساسي، هم الأيام الأساسي، ففرغ الجدول بالكامل، فهذا تفريغ الجدول إذا كنت بفرغه. يعني مثلا أنا خلصت الجدول هذا من يوم الأحد للخميس كله، أبي أفرغه ما أمسح ولا أغير، على طول أروح أحط تفريغ الجدول بالكامل وأغير فيه. هنا تشوف القائمة، هذه قائمة أخرى فيها مساعدة. شنو مساعدة؟ طريقة الاستخدام، يعني مثلا أنا شلون طريقة بستخدمه. هني مكتوب إدخال محتوى جديد لجدولك، أضغط عليها شوفي يعلمني شلون أستخدم. شوفي تلاتين، أضغط القفل لفتح تحرير الجدول، نفس الشيء نفس ما قلت توه، القائمة اللي فوق فيها مفتاح، فحط فتح عشان أنا أقدر أستخدم بهالجدول. إذا حطيت قفل ما راح أقدر أنا أدخل شيء بالجدول. شوفي بعدين رقم 2، أضغط على الخانة اللي تريد في الجدول إضافة مادة أو محاضرة. فهني إذا أنت ما تعرف شلون تستخدم هذا الجدول، فهني حطين قائمة هي مساعدة أو مساعدة أو طريقة الاستخدام. مثلا إضافة مادة أو محاضرة جديدة، شلون أضيف مادة محاضرة؟ فيحطون هو هني أيقونة الإعدادات، المواد اللي بدرسها، أضغط على المادة الجديدة، بعدين أضف المادة الجديدة، فيحطون هني كلها مساعدة. مثلا نشوف هني تغيير يوم بداية الأسبوع، تلاتين أضغط على أيقونة الإعدادات نفس الشيء بداية الأسبوع، وأضغط على بداية الأسبوع وأغير يوم بداية الأسبوع يومه. مثلا نفس الشيء عد أيام العمل، يحطوش الإعدادات، عد أيام العمل في الأسبوع، يعلموني شلون أستخدمه. مثلا أنا ما أعرف شلون أغير ستايل أو ثيم الجدول، راح أضغط على هذه فهني يطلع لي. أضغطي على أيقونة الإعدادات، ثاني شيء أضغط على السمات والثيمات مرينة، السيم أو الثيم أو اللي أنا أبيها. مثلا بضيف جدول إذا مثلا أبي أغير عدد الحصص، نفس الشيء أضع أيقونة الإعدادات عدد الحصص. فهذه مساعدة أو طريقة الاستخدام. هني في أيقونة مكتوب أخبر أصدقائك عن الجدول، مثلا الجدول أنا سويته كله، سويته مثلا عدد الحصص والتوقيت والأيام كل شيء، يصير أخبر أصدقائي عن الجدول. شوفي لما أخبر أصدقائي عن الجدول يحط لي العديد من البرامج هنا، يعني أو بالجيميل مثلا أنا بخبرهم، مثلا واتساب وهذا، يعني اللي أنت تبينه. مثلا أنا أبي مثلا جيميل، شوفي تحط يحطون هني شنو، مثلا جيميل أنت تبينه إلى أحد معين، فتخبرينه بهالجدول اللي أنت تبين تسوينه. وهذا هو تطبيق الجدول، جدا تطبيق جيد للطلاب والمعلمين والمعلمات، يساعد كثير من المعلمين والمعلمات أن ينظمون الوقت والجدول لدرسهم.